رسالة لشعب غزة، عمرنا وما نسيناكم من دعائنا، ولو في حاجة في إيدنا عمرنا ما كنا تأخرنا. ورسالة لكل العالم، الكل شايف وسامع الظلم البين الواضح، والكيان خارب وطايح ومحدش قادر يرضعهم. بكرة محدش هيسمعكم لما تتزلوا وتنزلوا من مكانكم، كده كده جاي أجلكم. والمقاطعة مش بس للمنتجات، هقاطع جامعة عربية ومؤتمرات، هقاطع أمم متحدة وخطابات، هقاطع حقوق إنسان وندوات، طالما كل ده طلع أي كلام وسراب. خلاص غزة كشفت كل حاجة، خلاص غزة كشفت كل حاجة. تبقى قوي هتعمل كل حاجة، هتبقى ضعيف مهما تتكلم مش هتعرف تعمل أي حاجة. دي الحقيقة بكل سخافة، تفتح تلفزيون تسمع شدب وتنديدات بالكوم، كله كلام مفيش حلول، مؤتمرات واجتماعات وغرف مخلقة وحوارات، والخصم قالك بشكل مباشر دول حيوانات. فين العدل؟ فين دور المنظمات؟ فين الكرامة وحقوق الإنسان والحريات؟ طردوا اليهود من أوروبا وأمريكا وجابوهم لفلسطين، وبكده ضربوا عصفورين، فرقوا العرب وارتاحوا من الأشكال الغدارين. ويعملوا إيه عشان يفضلوا مستمرين؟ يدعموهم في كل شيء، وخاصة لو كان خراب، حلمهم الوطن العربي كله يبقى تراب.